السلام عليكم. النهارده يوم مميز جدا في تاريخ كفر الشيخ. النهارده افتتاح عياده الدكتور محمود غلاب للاشعه التداخليه. انا شريف فرحات، معيد جراحه عامه كليه الطب جامعه كفر الشيخ. النهارده انا ببارك لاخويا وصاحبي دكتور محمود غلاب. الافتتاح ده اتاخر كتير جدا، فوق كان يتعمل من بدري الحمد لله. معاكم دكتور ابراهيم الكاشف، معيد جراحه عامه جامعه كفر الشيخ. اولا بنحب نبارك لاخويا واستاذنا الكبير دكتور محمود غلاب على افتتاح المركز للاشعه التداخليه في كفر الشيخ. يمكن نقول ان ده اول مركز من هذا النوع، مركز الاشعه التداخليه في كفر الشيخ. الاشعه التداخليه بالنسبه لنا احنا كجراحين تعتبر دراعنا اليمين، وشغلهم يبتدي دايما من حيث انتهى الاخرون، من حيث ان هو خلاص ما عادش فيه طريق للعوده. فكره الاشعه التداخليه ده جزء كبير جدا بيكمل عملنا كجراح، بيفرق كتير مع العيان. ان هو اولا بيدي العيان فرصه ان احنا قبل ما نتدخل بالجراحه بيديه فرصه ان احنا نعمل اجراء بيكون اقل في الالم، بيكون اقل في التكلفه، وبيكون اقل في اشياء كثيره بالنسبه له. الفكره دكتور محمود غلاب يعني مش المركز اللي بيعتمد اول حاجه على الاجهزه الحديثه، ودي طبعا موجوده في المركز، ودي حاجه شيء مفروغ منه. اهم حاجه متواجده في الدكتور محمود غلاب الخبره والامانه والعمل الصح. يعني دكتور محمود عبد العزيز شغال من اول واحد من الاشعه التداخليه في جامعه كفر الشيخ، مش بس جوه كفر الشيخ وفي اسكندريه، وكذلك خارج البلد من حضور مؤتمرات وورك شوبز كثيره بره مصر. فهو دكتور محمود بينقل الخبره دي كلها للعيان في كفر الشيخ، وباذن الله نتمنى دكتور محمود عزيز تقدم كبير. وده انا شايف ان ده لمصلحه العيان في كفر الشيخ. اولا دكتور محمود من احسن افضل الناس في مصر في الاشعه التداخليه، ومن اكثر الناس واحسنهم خلقا وعلما. دكتور محمود مميز جدا في اورام الكبد، في اخذ العينات، في تركيب الاساطر، ومن افضل الناس علما وخلقا. وان شاء الله يبقى فتحه خير لي ولكل اهالي كفر الشيخ، ونقدر نفيد المرضى ونتعاون دايما احنا كجراحين ودكتور محمود كاشعه وبقيه الزملاء في خدمه اهالينا واهالي كفر الشيخ. دكتور محمود يعني والاكسبيرينسد شخص عنده خبره كبيره في المجال، بقى فتره كبيره بين الخبره الكامله اللي هو اخذها في اسكندريه اكتر من 10 سنين، وبره مصر بفتره برضو كبيره، نلاقيها هنا كفر الشيخ. اتمنى للدكتور محمود كل خير يعني ان شاء الله، وربنا يا رب يعني يجعل المركز ده فتحه خير اولا واستفاده للعيان قبل ما يكون الدكتور محمود مساعدين. شكرا جدا.